في وصية النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: يا علي، إذا أثني عليك في وجهك فقل: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. ماذا نستفيد من هذا الحديث المبارك؟ نستفيد مجموعة أمور. الأمر الأول أن الإنسان إذا مدح وأثني عليه، هاي أنبه نفسي أنا أولا لا أن يصيبني ماذا؟ العجب والزهو والانتفاخ من داخل، لا 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 أبدا أبدا أبدا. هذا ينبغي ماذا؟ ألا يحصل لي. نعم، أفرح بذلك وأستر، إيه هذا شيء جيد. سرور من أي ناحية؟ أن الله عز وجل أنعم علي أن المؤمنين يظنون بي، هاي واي ترى زينة هذه، يظنون بي خيرا، واسمي أو سلوكي مقبول عند هذا فرد شيء، ماذا؟ نعمة إلهية هذه، فأفرح بها مثل إنسان يحج يصوم يصلي، ذهب إلى زيارة الحسين ويرجع من زيارة الحسين ليلة الجمعة وغير ليلة الجمعة يفرح، بس يفرح من يابها، مو من باب على أنه أنا خوش آدمي، شوف أنا أزورا غيري ما يزور، لا مو بهالشكل. أفرح من باب نعمة أنعمها الله تبارك وتعالى علي وفقني، لهذا شيء جيد. إذن الفرح شيء جيد، ولكن الفرح بهذا المعنى فرح بأن الله أنعم علي بهذه النعمة، لا أنه يصيبني ماذا؟ العجب والغرور والزهو، هاي قضية ماذا؟ مهمة. ولذلك ماذا؟ الوصية ماذا تقول؟ اجعلني أفضل مما يظنون، خيرا مما يظنون، دير بالك لا يكون يصيبك ماذا؟ أكثر أريده، واغفر لي ما لا يعلمون. هذا ماذا معناه؟ أنه لا يصيبك ماذا؟ العجب، لا لا تبقى معلوم بعدك، أطلب من الله المزيد. هذا فرد الدرس ماذا؟ وهو درس مهم نستفيده من هذا الحديث المبارك. الدرس الثاني الذي نستفيده من هذا الحديث المبارك الحذر من سنة الاستدراج، أو بتعبير آخر الإملاء. سنة الاستدراج أو سنة الإملاء واحدة، هما مترادفان، وهذا مفهوم قرآني. فإن الشخص يعني موجود في القرآن جذوره. الآن أقرأ لك الآية الكريمة: الله عز وجل قد ينعم على بعض الناس ويعطي بعض الناس لا حبا به، وإنما ماذا؟ هو يتصور الآن ماذا؟ مثل ما كانوا بعض الظلمة يقول على أنه أنا 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 هو بعد هذا، إذا ما كنت أنا مقبول عند الله ما كان شنو؟ يعطيني ويفوض لي ويصير ماذا؟ الكرسي وإلى آخره. الله عز وجل قد يمنح الشخص نعمة لا حبا به، وإنما ماذا؟ استدراجا له.
تمشي عدل أو ما تمشي عدل. فيعطي نعمة تلو النعمة تلو النعمة. بعضهم لما تطينا عن ماذا يطغى بعد ذلك، هذا غير المؤمن. أما وهذا يعبر عنه ماذا؟ إملاء له، استدراج له. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، هذا استدراج. وأملي لهم، ولذلك عبر بالإملاء، أملي، أنا أنتظرهم وأطيهم. إن كيدي متين، أطي 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 أطي، ويقول أنا ربكم الأعلى. أو بعدين ماذا؟ يأخذه أخذ عزيز مقتدر. يوم مثل فرعون ماذا في البحر، أو كما تعرفون والتاريخ أرانا. هذه سنة الاستدراج يعبر عنها، أو الإملاء. المؤمن دائما لابد وأن يصير حذر. حذر منين؟ من هذه السنة الإلهية. الله عز وجل قد ينعم علي وعليك ببعض الأمور، فلازم أن ألتفت أنه هذا ليس من باب الاستدراج. إذا أردت أن أتخلص من الاستدراج، سنة الاستدراج والإملاء، كيف أتخلص؟ بالروايات هم مات موجود عندنا. نفس هذا خوفك، ماكو أنت تخاف؟ تخاف على أنه هذا استدراج إلي، إملاء إلي، هذا خوفك هو جيد، هو هذا مطلوب. أو ترفع عيدك إلى الله عز وجل تقول اللهم هذا منك كل الذي طيتني. درس أدرس أكتب من عندك، إذا ما توفقني أنا لا شيء. هو هذا وقوف أمام سنة الاستدراج. فلذلك أنت دائما خلي يكون عندك هذا النفس، نفس ماذا؟ عن كل ما حصل لي هذا منين؟ من الله عز وجل، والتوفيق منه. يمكن ترى يسلب هذا مني في يوم من الأيام، فيكون أنا أصيرا حذر منه، فتطلب من الله اللهم هذا منك وأبقي علي هذه النعم. هذا جيد، هذا وقوف أمام سنة الاستدراج. قد البعض على أنه عدة كم تأليف عدي أنا ماذا، تأليف الطبعة ماذا البيروتية لكتابي، والطبعة ما أدري شنو النجفية، والطبعة لهذا، أو يصيبني حينئذ شنو؟ هاي شنو هاي متروسة ما شاء الله الرفوف. بعض مرات قد يصيبني، كن حذرا من هذه الناحية. إذا التفتت لكتابك طبعات متعددة أو قل لي الله هذا توفيق منك، هذا أنت وفق، أنا شنو شلون أقدر، هذا توفيق منك. هذا وقوف أمام سنة الاستدراج. لذلك الحديث ينبه، أين المنبه في الحديث؟ واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما. شوف هذا بعد المؤمن يستمد المعونة منين؟ من الله عز وجل. هذا هو وقوف أمام سنة الاستدراج. هذه قضية ثانية نستفيدها من الحديث. والقضية الثالثة التي نستفيدها ماذا من الحديث؟ أن المؤمن دائما في درسه وفي جميع أموره يطلب المدد ماذا من الله عز وجل، بالكلام الذي ماذا المناسب الذي أنت تعرفه. وعلمنا هذا الحديث حيث أيضا يقول واجعلني، هاي طلب المدد، طلب المدد منين؟ من الله عز وجل. والقضية واجعلني أفضل مما يظنون إلى آخره.